مفقود يا سبي مفقود ايه امبارح حدث انا مع استاذ احمد قال لي ايش اسمه المفقودين كملوا عندكم قلت له لا لسه بي اسمع لسه ما اجى في مفقودين لسه موجودين هون هون عندنا في اسماء لسه في اسماء زودوا لنا اياها لا اي انا احكي مع استاذ احمد طيب الاسماء كلها في اسماء قال استاذ احمد بعد ما توافقوا بعد ما يعملون بينا ناس متوافقين مثلا ناس ما تعرفون وين مكانهم معتقلات شو خارج معتقلات سرية معتقلات سرية انا كان استقبلكم بالساحه مع 16 واحد 16 واحد انا في عبد الرحمن اول ما وصلت اليوم اللي بعده 16 17 واحد 16 8 جريح باليوم اللي بعده بالتشييع قتلوا